إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك للفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. اليوم موقع جديد لربح عملات الدوكوين، موقع رائع جدا يدفع كل 15 دقيقة إلى الفوزيتيف. تركت العمل سهل جدا بعد التسجيل في الموقع والدخول إلى الموقع، سأريكم بعد انتهاء الفيديو طريقة التسجيل. نذهب إلى الفوزيتيف لنحضر رابط المحفظة، محفظة الدوكوين. انتظر قليلا، نضغط على ديبوزيت هكذا. هو العنوان ننسخه هكذا، ننسخ العنوان هكذا، نأخذه هكذا كوبي. نعود إلى الموقع، الموقع يدعى كريزي دوغ، نضع هنا. بدون وضع العنوان، عندما تتسجل وتدخل الموقع ها هو العنوان. نتخطى هذه الكبشة، زيجزاج هكذا. كليم دوك وين، انظروا انها قد اعطانا 0.28 دوكوين. تستطيع ان تطلب 120 مرة في اليوم، الاحالة 20%. لو نذهب الى البوزيتيف نضغط على overview هكذا، نعود إلى الموقع نسحب. يجب أن نسحب إذا، نضغط على عنوان المحفظة هكذا. انظروا لقد تم بعث هذه القيمة. نعود إلى الفوزيتيف، إخوتي لقد وصلني المبلغ 0.28 دوكوين. لكي يصل هذا المبلغ يجب أن عندما تقوم بطلب الدفع مرة يصلكم مرة واحدة. لا تقلق إخوتي، نعود إلى هوم. هناك ملاحظة بالنسبة لإحالة 20%، بالنسبة عندما يصل وقت 4-15 دقيقة يقوم بتنبيه الموقع بنفسه. لديه هنا هذا بروموسيون يوم 11 أغسطس 2018، أي 11 أوت، من 11 صباحا إلى 2 زوالا. كل ما تطلب السحب يكون مضروب في 10،
إذن يقول كل ما تقوم بكليم بدل 0.28 دوغوين ستأخذ 2.8 يوم 11 أوت 2018 من 11 صباحا إلى الثانية زوالا. أخوتي هذا ما لدي في هذا الموقع، أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.